بس عايز اقول حاجه على النادي الاسماعيلي. جمهور الاسماعيلي جمهور عظيم، وجمهور الاسماعيلي انا بقول لكم انا راجل دربت في اسماعيليه، الاسماعيلي عمره ما هيعرف يكسب ماتشات من غير جمهوره، عشان تبقوا بس تبقوا فاهمين القصه ايه يعني. اتمنى ان 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 الصفحه بتاعت اللي حصل في ماتش الزمالك ان هي تتقفل، وان ولادنا وولاد النادي والجمهور ان شاء الله باذن الله يبقوا قريب جدا في بيوتهم، والمشكله دي تتقفل، وتكون الناس كلها يعني حتى لو الناس في ناس غلطت وناس في غلط حصل، انا في رايي إن, ان ان ابني لما يغلط المه وعلمه غلطه ووريه له كويس قوي واديله فرصه ان 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 هيغلط تاني ولا لا. فارجوكوا بعيدا عن النادي الاسماعيلي، في غلط حصل في ماتش الزمالك، في غلط حصل في ماتش الزمالك، والحقيقه الغلط كان من الجمهورين، صحيح جمهور الاسماعيلي هو اللي بدا، ولكن الغلط حصل من الجمهورين، من جمهور الاسماعيلي وجمهور الزمالك، وده لا يصح. لان انا لما بقول ان الاسماعيلي والزمالك ولاد عم، فعلا الاسماعيلي والزمالك ولاد عم، واي حد هيحاول ان هو يوقع ما بين الزمالك والاسماعيلي او ما بين الاسماعيلي والزمالك، احنا اول ناس مش هنديله فرصه يا كابتن رضا، لان احنا انا بقول لكم كابتن رضا عارف اكتر مني، العلاقه مش كلام وخلاص، صدقوني والله العلاقه ما بين الزمالك والاسماعيلي او الاسماعيلي والزمالك مش فعلا مش كلام وخلاص، وانا شهدت على مواقف في الناحيتين، في الزمالك ان لما كان الاسماعيلي دايما محتاج اي حاجه للزمالك اول واحد واقف جنب الاسماعيلي، والاسماعيلي وشفت الكلام ده في اوقات كتيره في الزمالك لما كان الاسماعيلي بيطلب اي حاجه او اي دعم من نادي الزمالك، الزمالك عمره ما بيتاخر والله على مدار سنوات طويله. فارجوكوا نقفل الصفحه بتاعت الماتش اللي فات ده، وانا بتمنى يعني يا رب باذن الله كل الشباب سواء من الجمهور الناديين ان هم قريب جدا باذن الله يكونوا هم اتعلموا الدرس ويكونوا بايتين في بيوتهم.